كان جمال ربيع كان وبعدين الناس اللي كانت قفلانه مشت فانا خدت الكيس حطيته هنا على الارض. ايوه وبعدين بعد كده ركبنا ركبت الارض فين جمال كان واقف فين ساعتها؟ جمال كان واقف على جنب زي ما قدام. طب مين اللي كان ظابط القنبله اللي اتخفلت؟ مش عارف انا واخدها متغلفه وقال لي حطها في المكان ده وقال له عمر هو شاف لو عمر طريق وقال له عمر بعد ما خلصها كنت ايه طب بعد ما خلصت مش من ايه؟ كده على طول منين يعني على طول؟ كده على طول واخر الشارع يمين ولا شمال؟ مش فاكر بقى الطريق هو كان وصل لعمر يعني عمر هو اللي كان سايق صدق الضمحة من المعدية.